السلام عليكم. وثيقة ما سمي بالميثاق الدعوي جاءت امتداداً لسلسلة من الوثائق والبيانات التي أتت من خارج السياسة والدولة والدستور، منها الوثيقة الفكرية للحوثيين ووثيقة الشرف القبلي ووثيقة علماء الدين وغيرها، جميعها تقدم ذاتها كبديل للسياسة وللرؤى المدنية، وبالذات أن توقيت إعلانها يأتي متزامناً مع تحولات سياسية وليست في مرحلة استقرار، ما يؤكد ارتباطها بالسياسة. فمن المرحلة الانتقالية التي تلت الوحدة السلمية إلى المرحلة الانتقالية التي تلت الثورة السلمية إلى اللحظة الراهنة التي يخوض فيها الجيش الوطني والمقاومة معركة إسقاط الانقلاب واستعادة الدولة وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، تعكس تلك الوثائق والتكوينات امتداداً للتحالفات التاريخية المناهضة للفكر السياسي الجمهوري. مراقبون للمشهد السياسي في اليمن يرجحون أن ظهور تلك الوثائق والدعوات وأسباب بروزها متعلق بفراغ السلطة وغياب الدولة وغياب الاستقرار السياسي، إضافة إلى تأثير التغيرات الدولية والإقليمية التي تلعب دورا في إحداث استقطاب وانقسام على حساب المشروع الوطني المدني والدولة المدنية الوطنية، ما يجعل التوجهات غير المدنية تتخصب وتتمدد في تلك الفراغات. مضمون ميثاق العمل الدعوي يحوي مضامين على الضد من العقل والحرية وتحويل المشتركات العامة بين الناس إلى توجهات خاصة، وكما لو أن هذا البلد المعذب الذي يعاني من فشل تنموي وحرب وسوء تغذية ينقصه ميثاق دعوي انقسامي لحل مشاكله التي تحتاج إلى العلم والأمن والاقتصاد أكثر من حاجتها إلى المزيد من الوثائق الانقسامية المضادة للدستور. حول الوثائق المضادة لفكرة الدولة المدنية وللدستور، مخاطرها المحتملة على أنموذج المشروع المدني وتأثيرها على مفهوم المواطنة والحرية ستكون حلقة المساء اليمني لهذه الليلة، فدعونا نبدأ بمشاهدة هذا التقرير. يقف اليمنيون اليوم في مرحلة فاصلة، إما أن يعبروا باتجاه المستقبل أو يظلوا عالقين في ثنايا الماضي المليء بالثقوب السوداء. وخلال مسيرة نضالات اليمنيين لم يكن الطريق معبدا، بل كان مليئا بالنتوءات التي أعاقت مشروع بناء الدولة اليمنية الحديثة. وما إن تبدأ ملامح التغيير والانتقال إلى المستقبل في التشكل، حتى تسارع القوى التقليدية لوضع المزيد من الألغام الفكرية والمعنوية في محاولة مستميتة لكبح جماح التغيير. ستة أهداف كانت عنوانا لخلاص اليمنيين أعلنوها في ثورة 26 من سبتمبر عام 1962، جوهرها العدالة والمواطنة المتساوية وإنهاء حكم الفرد والكهنوت. وعلى مدار الأعوام الطويلة الماضية لم تستكن القوى التقليدية ولم تيأس في محاولة القفز من جديد إلى السلطة تحت لافتات دينية حينا وخرافات من التراث أحيان أخرى. منذ العقد الأخير من القرن الماضي شهدت اليمن ميلاد العديد من الوثائق التي تحاول التأسيس لمفاهيم مشوهة للحكم على أسس سلالية تارة وجهوية وطائفية تارة أخرى. كانت البداية مع ظهور وثيقة تحت لافتة علماء اليمن كان لها موقف عدائي من دستور دولة الوحدة، تلتها عدة وثائق تحت لافتات قبلية وأخرى طائفية تدعو لحصر الولاية في البطنين وتتحدث عن أكذوبة الاصطفاء، وانتهاء بوثيقة الرياضة التي لم تخلو من دعوات مذهبية تتعارض مع مبادئ الدولة المدنية، بالإضافة إلى توقيتها السيء الذي يأتي في ذروة معركة اليمنيين لاستعادة دولتهم المخطوفة. في ثورة فبراير 2011 ثار اليمنيون للمطالبة بدولة مدنية تكفل حرية الجميع، وصلوا بعدها إلى الاتفاق على مسودة للدستور في مؤتمر الحوار الوطني. وقبل الانتهاء من وضع اللمسات الأخيرة للدستور انقض الانقلابيون على الدولة وأسقطوا مؤسساتها ودستورها في 21 من سبتمبر 2014. نضال اليمنيين في 26 من سبتمبر والحادي عشر من فبراير لم يكن يهدف إلى مثل هكذا مواثيق، بل من أجل دولة المواطنة المتساوية التي يتساوى فيها الجميع أمام القانون بعيدا عن النعرات السلالية والطائفية والمذهبية. في ظل خوض اليمنيين معركة استعادة دولتهم من ميليشيا الحوثي والمخلوع الانقلابية،
تتجه البنان باتجاه ذلك الجندي الذي يدفع روحه ثمنا لاستعادة الجمهورية، وليس باتجاه غيره ممن يبحثون عما يسد فراغ أوقاتهم وعقولهم المتخمة. إذن مشاهدينا الكرام، لمناقشة هذه الوثائق المضادة لفكرة الدولة والدستور سيكون معنا عبر سكايب الأستاذ أيمن نبيل المحلل السياسي من برلين، وسينضم معه آخرون عبر الهاتف. مساء الخير أستاذ أيمن. أهلا بك، مساء النور. أستاذ أيمن، هذه الوثائق المضادة لفكرة الدولة المدنية ولفكرة الدستور أيضا، لو بدأنا بالحديث عن البدايات لمثل هذه الوثائق لظهورها أيضا ولعلاقتها بالسياسة. طبعا هذه الوثائق هي ضد السياسة بالمعنى الحديث، وضد الدولة أيضا، وضد المفهوم القانوني للدولة. الغرض الرئيسي من هذه الوثائق، طبعا أشهر وثيقة كانت وثيقة الزيدية، لا أعلم إذا كان هناك وثائق أخرى. طبعا هناك وثائق مثلا العهد القبلي وأشياء من هذا القبيل، وهي أيضا مضادة للسياسة لأنها تتحرك في بناء اجتماعي أو في مجال اجتماعي معين مثل التكاتب بين القبائل، ولكنها تدخل في السياسة عبر هذا المدخل، وهذا أيضا عنصر أو مظهر من مظاهر التخلف الموجود في السياسة. لكن أهم طبعا وثيقة هي وثيقة الزيدية التي يعني أشرف عليها الحوثيون وبعض علماء الزيدية، والوثيقة هذه الميثاق الدعوي الذي وقع في الرياض بمشاركة قوتين سياسيتين ومؤسسة التجمع اليمني للإصلاح والرشاد. الغرض الرئيسي من هذه الوثائق عموما هو مقارعة يعني الأزمة التي تعيشها كل القوى الدينية في العالم كله، معها أزمة مع الحداثة ومع الدولة. حزب الإصلاح والرشاد ورجال الدين عموما يعني ليسوا استثناء من هذه الأزمة ويعانون منها. هذه الوثائق هي محاولة أخيرة لتدارك الوضع، لأن المجتمع اليمني الآن تفتح رغم كل ما نراه الآن من جرائم، من طائفية، من احتراب، لكن هناك حقيقة لا يستطيع أحد أن يقفز عليها أو ينكرها، أن الحيز العام قد انفتح وانتهى الأمر، وبالتالي هذه القوى الآن تحاول أن تسترد شيئا ما وأن تركز قواها جميعا في صف واحد لكي تقيم مشروعها، وهو مشروع معروف من زمان يعني. نعم، إذا أستاذ أيمن، ولكن لو لاحظنا أن هذه الوثائق تظهر بعد أي تحول سياسي، يعني لو استرجعنا الماضي بعد ثورة 47، يعني المحاولة الأولى للثورة، كان هناك ما سمي بوثيقة ضد الجمهوريين وسمي الدستوريين، يعني كانت ضدهم. نعم، هناك أيضا في 90، هناك في 94، هناك أيضا في ثورة 2011. تظهر مثل هذه الوثائق في أي تحول سياسي للبلد، لماذا؟ لأن هذه الوثائق تقوم بتأكيد الدور، وتقوم بجمع القوى السياسية الرجعية طبعا بطبيعتها، حتى تركز مشروعها وتمنع أي تحول. التحولات عادة من سردك الآن تلاحظ أن التحولات هذه كلها تحولات تبتغي أن تذهب نحو الدولة، وبالتالي نحو الأزمة الأساسية التي تواجهها هذه القوى. طبعا هم يكثرون من الكلام عن الـ عن الـ عن العدالة، عن طبعا العداله يتكلموا عنها غير العداله نتكلم عنها نحن. نعم. يعني في فارق مفهومي هائل. وايضا الان في هذه الطبقه علماء الدين، بعيدا الان عن المحمول الفكري يمكن نناقشه لاحقا، لكن الطبيعه السوسيولوجيه، الطبيعه الاجتماعيه لهؤلاء، هذه الطبقه مسيطره وتستخدم كاداه للسيطره، وبالتالي لا تتخلى عن مكاسبها بسهوله. القبائل ايضا نفس الكلام، التكوينات المشايخ القبائل، مشيخه القبليه يعني. بالتالي هذه الاطراف جميعا لا تتحرك هذه التحركات إلا لكي تثبت وجودها ولكي تعرقل أي تحول نحو الدولة، نحو دولة حقيقية، دولة مواطنين، نحو ديمقراطية، لأن في هذه الدولة بالذات تتركز أزمة القوى الدينية بصورة عامة مع الحداثة. هل يمكن أن يعني هناك من يرى أن هناك استغلال لحالة فراغ السلطة حتى تظهر مثل هذه الوثائق؟ هل تتفق معها مثل هذا الطرح؟ لا أتفق مع هذا في الحقيقة. المسألة ليست فراغ سلطة، ولكن فراغ سياسي، فضاء سياسي. يعني لو كان في قوى حقيقية منظمة ولها قواعد اجتماعية، قوى يسارية قوية وقومية قوية، ما كان ليتجرأ هؤلاء على إصدار وثائق كهذه. ولكن لأن الفضاء السياسي تقريبا يعني هناك طبعا حزب اشتراكي، هناك ناصريين، هناك قوميين، هناك ناس جيدين، يعني مش كلهم لكن في ناس جيدين طبعا فيهم، ولكن في نهاية الحالة فردية، ومن لا فاعلية له لا وجود له. الآن الفضاء السياسي هذا يعني تقريبا فارغ ولا يتحرك فيه بقوة إلا هؤلاء، وأي وسيلة يعني أي فكرة
تقول انه لابد لنا ان نتصدى لهذا، التصدي لهذا لا يكون بالنقاش ولا يكون بالكلام، التصدي لهذه الامور يحتاج اولا طبعا تاصيل نظري كلام، ولكن اهم من هذا هو عمل سياسي على الارض، لان هذا الان ممارسه ضد السياسه، ولن تتغلب عليها الا بالسياسه. طيب استاذ نبيل، يعني هناك الوثيقه الفكريه للحوثيين، وثيقه الشرف القبلي ايضا، الميثاق الدعوي مؤخرا، برايك اين تقف مثل هذه الوثائق من وثيقه مخرجات مؤتمر الحوار؟ طبعا ممكن نحن نختلف او نتفق مع الوثيقه مخرجات مؤتمر الحوار، لكن في النهايه هذا كان حوار شاركت فيه قوى مختلفه وفيه تصورات كثيره جيده، لا وجود لاي وجه للمقارنه هنا. هذه الان وثيقه مثل الميثاق، هذا الميثاق الدعوي لعلماء اليمن. في الحقيقه يعني ماذا اقول لك؟ الان لما اقرا الان المواد الموجوده فيه، طبعا الان ممكن واحد يعلق على هذه الوثيقه، على هذه الوثائق بصوره عامه من ناحيه محمولاتها الموجوده، يعني الماده الموجوده داخلها. نعم. او من ناحيه دلالاتها. من ناحيه الماده نفسها يعني ارى مثلا ان الامام الشاطبي في بعض جوانبه قبل مش عارف كم، قبل 7 قرون او 6 قرون، كان اكثر حداثه من بعض المواد البنود الموجوده في هذه الوثيقه. يعني طيب يعني هذا ربما ما يثير الاستغراب استاذ ايمن، لماذا يعني استخدام نفس المفردات الباليه لنقول القديمه التي ربما اتضح يعني ان لا قيمه لها حقيقيه في لا في العمل السياسي ولا في العمل المجتمعي المدني، لماذا تكرر مثل هذه العبارات التي تنفر الناس اكثر مما تقربهم من الرؤيه؟ ربما الوثيقه لم تحمل بعد حقيقي أو فكرة جديدة إلا لتكريس مفاهيم قديمة ومغلوطة. أتفق معك في الشق الأخير أن هذه الوثيقة لم تأتي بشيء جديد. وبالمناسبة يعني في مثلا الشيخ هذا الموجود في تعز اللي أثار ضغط قبل فترة، الشيخ عبد الله علي حماد أو عبد الله هذا العديني نعم. هذا لو كان موجود معهم لكن بيكش بيكتب شيء أسوأ من اللي كتب، يعني الكلام لا يوجد شيء جديد. تخيلي مثلا ليس لا توجد هناك كلمة حرية، الآن الناس تقاتل، دماء تبذل، هؤلاء رجال الدين حتى الآن مع كل اعتراضنا على بعض أفكارهم، لكن في النهاية هؤلاء لهم دور مفروض في المجال العام، في كل مكان في العالم لهم دور في المجال العام. هؤلاء منفصلين تماما عن الواقع، ولكن يجب ألا ننسى أن هذه الوثيقة في الحقيقة هي وثيقة الإصلاح والسلفيين، يجب ألا ننسى هذه الحقيقة. المسألة ليست علماء اليمن، علماء اليمن هؤلاء بغض النظر طبعا عن رأينا بهيئاتهم، يعني هم هيئات يعني ما لهاش فائدة، ولكن حتى يعني باعتبار أن هذه الهيئات موجودة هم لا يحتاجون لوثائق، لكن هذه الوثائق أساسا للحوثيين للإصلاح والسلفيين تعبير عن حقيقتهم. يعني إذا اسمح لنا أستاذ أيمن أن يكون معنا أيضا عبر الهاتف الأستاذ فهد السلطان، الكاتب والباحث في الفكر الإسلامي من الرياض. مساء الخير أستاذ فهد. مساء النور والعافية، أهلا بكم. أستاذ فهد، يعني من الملحوظ يعني على هذه الوثيقة أو ما سميت بالميثاق الدعوي في محتوى حضور كبير لتغييب العقل ومسائل ربما أرهقت العقل اليمني والعقل العربي بشكل عام، لماذا يتم استدعائها من فترة لأخرى؟ هذه الوثيقة أصلا هي اهتمامات الجناح موجود وله تواجد في الداخل اليمني، وهي ليست هي المرة الأولى. وصل هؤلاء إلى المملكة العربية السعودية بعد أحداث 21 سبتمبر عام 2014 بعد الانقلاب الكبير، وخرج هؤلاء مثل ما خرج كثير من السياسيين الذين لم يستطيعوا أو يستطيعوا البقاء داخل اليمن. حصل أول مؤتمر في الرياض، وهو مؤتمر الرياض المعروف الذي كان مؤتمر سياسي بعد عاصفة الحزم، وحاول عدد من رجال الدين أن يكون لهم دور في الشأن العام اليمني، ولكن بطريقتهم الخاصة. فتم الإعداد لمثل هذه الوثيقة والتي استمرت ما يقارب عام ونصف، وكما يقول المثل تمخض الجبل فولد فأرا. يعني بالخلاصة نجد أن هذه الوثيقة التي طبلوا لها وزمروا لها في كل الأحوال هي لا تمثل هموم الشارع اليمني بشكل عام. الشارع اليمني مسلم، شعب مسلم موحد، له آراء وأفكار تتفق وتختلف، ولكنها لا يستطيع أحد أن يزايد على التزامه وتدينه.
خطورة هذه الوثيقة من وجهة نظري أنها تؤسس لمرحلة جديدة ربما تكرر تجربة ما حصل في سوريا، وهو الشيء الذي نخاف منه بشكل كبير. أنا واحد من الذين اعترضوا على مثل هذه الوثيقة، واعترضت بشدة عندما يقف رئيس حزب كحزب الإصلاح ليوقع على هذه الوثيقة. أستاذ فهد، يعني لنقف عند عبارة يعني أنها تؤسس لمرحلة جديدة، هل تقصد حرف الصراع من مساره السياسي إلى مسار طائفي؟ صحيح، بالضبط هذا الكلام نقوله تحديدا، أن هذه الوثيقة قد تحول، يعني لأن الطرف الآخر يستطيع أن يحشد علماءه ورجال الدين الخاص به ويعملون وثيقة خاصة للاتجاه الآخر، وهنا تتحول من خلاف على يعني سطو على السلطة وأخذ الحقوق اليمنيين إلى خلاف حول الدين. نحن اليمنيون أو نحن اليمنيين ديننا واحد، و لا لكل جماعة ولكل طائفة ولكل فرقة ولكل عبد ولكل أقصد ولكل شخص أن يكون حر في أن يختار الدين الذي يناسبه والعقيدة التي تناسبه والتي تشعر له أنها خلاص عند الله. لكن عندما نحشر مثل هذه المسائل ونجعلها مسائل مفاصلة بين حق وباطل وبين أخذ وعطاء، هنا فنحول المعركة من معركة سياسية إلى معركة دينية، والمعركة الدينية في أوروبا استمرت في قرابة 500 عام. المعارك الدينية لا تحسمها السنة ولا العام ولا الخمس ولا العشر ولا العشرين، ربما ستفوق إلى 100 سنة، لأن الحرب الدينية تختلف، الحرب الدينية لا تختلف إلا بأن يعني يقضي الطرف على الطرف الآخر أو أن تتدخل السياسة، وتدخل السياسة عندما تشتعل الحرب الدينية تكون ضئيلة بشكل كبير. ولذلك نقول أن مثل هذه الوثائق لا نحتاجها في هذه اللحظة، نحن نحتاج إلى مواقف سياسية يعني تؤيد لحق الشعب اليمني في أن يسقط هذا الانقلاب الذي صادر السلطة عليه، وأن يعيد المسار السياسي إلى مساره الصحيح، وأن نختلف على المسار السياسي، ولكل شخص ولكل جماعة ولكل طائفة ولكل فرقة حقها المشروع والحقيقي والقانوني والذي سندافع عنه جميعا في أن تمارس العبادة وتمارس العقيدة وتمارس الطريقة التي تشعر بها خلاص عند الله. نعم أستاذ فهد، يعني هذه هناك أطراف وجماعات ليست هي المرة الأولى التي تخاطب فيها الناس بلسان الدين وتدغدغ مشاعرهم في هذه الناحية بالذات، وتقدم نفسها أيضا فوق الدستور وفوق الدولة المدنية. برأيك هل هي امتداد لتحالفات تاريخية قديمة مناهضة للفكر السياسي الجمهوري؟ أنا أقول وأطمن أن الشارع اليمني قد تجاوز مثل هذه الأشياء بشكل كبير وقطع أشواط، وربما هذه التكتلات الجديدة هي محاولة لاستعادة دور قد فقد من قبل. السادة العلماء أو رجال الدين أو الخطباء أو الوعاظ يشعرون بأنهم خلال الفترة الماضية تم تجاوزهم بشكل كبير، لا هم أصلا فشلوا في أن يقدموا جديدا يقنع الشارع اليمني، وخاصة مع التقدم الكبير في وسائل التواصل الاجتماعي مع ما أحدثته ثورة التغيير الشعبية من فارق كبير ونوعي على مستوى التحديث وعلى مستوى التغيير الفكري والذهني والاجتماعي. السادة العلماء لم يقدموا جديدا يستطيع أن يميزهم أو أن يقدمهم إلى المجتمع، فتأخروا كثيرا، ومثل هذه التكتلات ومثل هذه الحشود هي محاولة للعودة إلى ذات المكانة السابقة. نحن لا نتحسس من أن يكون هناك رجال دين أو علماء، فهذا حق للجميع، نحن نحترم أي رجل دين، نحترم أي عالم نحترم، ولكن ينبغي لرجل الدين أن يمثل المجتمع لا أن يمثل شخص. نحن اليوم الأديان كلها جاءت لخدمة الإنسان، لا أن يتحول هذا الإنسان، يعني اليوم الذي حاصل هو أن نكرر تجربة الكنائس في المجتمعات الأخرى. اليوم الدين الإسلامي هو جاء لإسعاد الإنسان، جاء لخدمة هذا الإنسان وإسعاده، وليس العكس. اليوم رجال الدين مع الأسف حولوا الإنسان العربي أو الإنسان المسلم إلى خادم عند هذا الدين، وليس خادم إلى الدين فقط بل خادم إلى أفهام الدين التي دارت حول النصوص من التاريخ. إذا نظرنا إلى هذه الوثيقة نجد أن هذه الوثيقة هي خلاصة لمعارك لا علاقة لنا نحن اليمنيين بها، هي خلاصة لمعارك بين عدد من الفرق التي اندثرت وانتهت وقد يعني أصبحت في خبر التاريخ، واليوم يتم استقرارها من جديد. ما علاقتنا الآن عندما يتم يعني ما علاقة المواطن اليمني الذي يبحث عن كسرة الخبز ويبحث اليوم عن الاستقرار ويبحث عن المستشفى ويبحث اليوم عن التعليم ويبحث عن الصحة ويبحث عن الأدواء، يعني عن 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 مستوى يليق به عندما يقدم له خطاب ديني لا علاقة له بواقعه ولا علاقة له بمستقبله ولا يناقش أوجاعه ولا همومه ولا أحزانه؟ يعني ما الذي يريد هؤلاء منا؟ نعم.
إذن شكرا جزيلا لك أستاذ فهد سلطان الكاتب والباحث في الفكر الإسلامي، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. عودة إليك أستاذ أيمن. أستاذ أيمن، ربما أهم ما قاله الأستاذ فهد أن هؤلاء يعني ربما حاولوا أن يكون لهم دور في الأحداث اليمنية ولكن بطريقتهم، وهي وثيقة لا تمثل الشارع اليمني، ولكن هو تحدث بشكل يعني كبير عن أبرز خطورة لهذه الوثيقة، وهي أنها تؤسس لمرحلة جديدة، بدء مرحلة أو تحول الصراع السياسي إلى صراع طائفي ديني، يعني خلاف حول السلطة إلى خلاف حول الدين. هناك أيضا نقطة طرح أنه قد نختلف مع أي جماعة ولكل جماعة، لكن أن تمارس عبادتها بالطريقة التي تحب ولكن لا تفرضها على الآخر. أيضا الشارع اليمني تجاوز مثل هذه الأحاديث، وهو يعني أنهم لم تقم بأي تقديم أي جديد، وينبغي للرجل الدين أن يمثل المجتمع لا يمثل جهة أو شخص. لو تحدثنا عن نقطة تأسيس مرحلة جديدة، هل تتفق مع هذه النقطة أنه تحول من صراع سياسي إلى صراع طائفي بهذه الوثيقة؟ ولكن اسمح لي أن أسمع منك الإجابة بعد هذا الفاصل. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، مرحبا بك مرة أخرى أستاذ أيمن. أستاذ أيمن، كنت طرحت عليك سؤال قبل الفاصل، وهو عن أبرز ما تحدث به الأستاذ فهد سلطان حول أن خطورة مثل هذه الوثيقة تكمن في أنها تحول الصراع السياسي إلى صراع طائفي ديني، ما رأيك؟ طبعا أتفق معه بالتأكيد. هو في طبعا في جانب كان مبكر ذهاب بعض القوى السياسية إلى تفسير الصراع على أساس أنه صراع طائفي. أتذكر مثلا في عمران، في حرب عمران 2014، كنا دائما نحذر ونقول أن الحوثيين نجحوا جزئيا في جذب بعض القواعد من بعض الأحزاب الدينية الموجودة في اليمن أنها تتبع خطاب طائفي. أنا ذاك كنت قدنا بأننا نبالغ، ولكن اتضح أن هذا فعلا سلوك مكرس وينتج عن رؤية كونية، يعني المسألة مش مجرد هفوة. الخطورة في هذا الأمر مثل ما قلت لك أنه الأمور هذه، أنت سألتنا قبل فترة قبل شوية لكن ما جاوبتكش على السؤال، أنه لماذا يستخدمون هذه المفردات؟ لماذا يتخذون رغم أنها بالية وكذا وغير مؤثرة؟ أنا لا أتفق مع هذا، هي مؤثرة جدا بالمناسبة. عندما يكون الفضاء السياسي بحالته هذه، وعندما يكون هناك قوة طائفية موجودة وهي الحوثيين، وقوة مناطقية وهو علي عبد الله صالح، بالتالي من الطبيعي أن يكون هذا الخطاب له يعني له رواج، خطاب هذه الوثيقة أنه محاربة الفكر الرافضي وإلى آخره. طبعا فوق بالبند اللي فوق تقريبا يتكلموا عن المجتمع والسلم الاجتماعي، وفي ثلاثة بنود أو أربعة بنود تكلموا عن محاربة الفكر الرافضي. طبعا هذا أمر كارثي يجب التصدي له، وإلا فإن هذه القوى هي قوى منظمة جيدا، والتحالف القائم الآن بين الإصلاح والحزب الرشيد، طبعا أنا وجهة نظري أن أحد أهم أهداف هذه الوثيقة هو إعلان تحالف بين السلفيين والتجمع اليمني للإصلاح، وهذا أمر خطير، خطير جدا. طيب أستاذ أيمن، يعني هناك أنت ربما قلت أن هذه العبارات ما زالت مؤثرة، يعني تختلف فيها هذه النقطة مع الأستاذ فهد الذي قال أن الشارع اليمني تجاوز مثل هذا الخطاب مبكرة، يعني ما زال الشارع اليمني يتأثر بمثل هذه الخطابات؟ طبعا لا زال يتأثر بالتأكيد. سيدتي الكريمة، علينا نتذكر أنه في دول مثلا مثل دول شرق أوروبا، دول يعني مشت كثير في عملية التحديث وكذا، يطلع لهم واحد يميني مضطرف يتكلم عن العرق ويتكلم عن الأصالة ويتكلم عن أمر قد جربوه قبل 70 سنة وجرى لهم بلاوي في أوروبا، يعني ليس شرق أوروبا تحديدا ولكن في أوروبا بصورة عامة، ويلاقي رواج. كيف إلا في مجتمعاتنا الشريعة لعبت دورا أساسيا في التاريخ العربي بالمناسبة، وكان دورا إيجابيا، يجب أن نقول هذا، دورا مميزا وإيجابيا في التاريخ العربي في تنظيم المجتمع. لكن لما كانت زمان ما فيش دولة قومية، كان في إمبراطورية، أيا يكن المسار اليمني يفترض أن يتجاوز هذا، ولو أن هناك قواعد اجتماعية قوية لقوى سياسية حديثة تستطيع أن تفهم الناس وتفهم مكانة الدين في قلوب الناس لكان الأمر مختلفا فعلا. ولكن في ظل الفراغ الذي وصفته لك وكذا، لا بالعكس، هناك ناس يستطيعون تجنيد آلاف عبر هذا الخطاب. طيب يعني إذا ما أثر مثل هذا الخطاب على الحياة المدنية والسياسية برأيك؟ يعني هذه رؤى تتعاطى مع السياسة من خارج السياسة وتستخدم مفردات الدين في الصراع السياسي. طبعا هذا هو الإشكال الأساسي اللي فجرته الثورات العربية. كنا دائما نقول ويقول غيرنا طبعا
أن الأهم الآن هو التوافق بين القوى السياسية على شكل الحكم حتى لا يحصل انقسام، بيكون انقسام بين الإصلاحي والسلفي من جهة وانقسام بين اليساري والقومي من جهة أخرى. ولكن هذه التوافقات لم تتم فعليا، تمت توافقات شكلية. الآن الإشكال رجع من جديد، لأن هناك عامل أساسي يعني مهول، وهو الحركة الحوثية، يعني كمية الخطاب الطائفي أي تصدره هذه الحركة أمر مهول فعلا، يعني حتى اللغة الرمزية، الصور، الكلام، الخطاب، الاستعارات، يعني عايش في عالم موازي، عالم الطائفة هذا بكل تاريخه بكل سردياته، مشكلة كبيرة ضخمة. بالتالي من المفهوم وليس من المقبول أن هناك جهات، ممكن مثلا أنا أفهم وأقبل ويعني أو أفهم على الأقل أنه في مواطنين يفكرون، لكن هذه القوى السياسية ادعت أنها قوى وطنية. الآن مثلا أنا في الحقيقة يعني لم أتفاجأ أن الإصلاح وحزب الرشاد وبالتحديد الإصلاح قام بتوقيع قام بالتوقيع عليه. لو كنا في زمن آخر، لكن أن يوقع على هذا الآن، هذا معناه أن هناك انفصال تام عن الواقع. يعني الإخوان المسلمون في اليمن لا يرون موجة الكراهية التي يعني تعتليهم يعني تقف ضدهم في العالم العربي كله، لا يعني لا يرون الموقف الدولي، لا يتعلمون من التجارب الموجودة من قبل، يعني في عدة معطيات المفترض كان بهم على الأقل أن حتى يتظاهروا بغير ما قاموا بالتوقيع عليه، وليس أن يصروا عليه هكذا. ولكن يبدو أن القيادات في الإصلاح وفية لتكوينها، رجال دين مع مشايخ قبائل مع تحالفات إقليمية تنتج بالتأكيد خطاب طائفي في ظل جهة يعني طائفية مقابلة. يعني هل تجد أن يعني كانت هذا هو الحل أمامهم، أمام الخطاب الطائفي الذي يتحدث به الحوثي، هم أتوا بخطاب موازي له؟ طبعا الفخ التاريخي لأي عنصرية هو أن تقع في عنصرية مضادة، ولكن هذا لم يكن الحل. بالعكس أنا أقول عكس هذا، أنا قلت قبل قليل أن هذا كان علامة انفصال الإخوان المسلمين وقيادات الإصلاح عن الواقع في اليمن. لماذا؟ لأن الآن الإخوان المسلمين بالتحديد التجمع اليمني للإصلاح يحتاج لكل يمني حتى يدافع عنه. هناك يعني رغبة وسياسة اجتثاث واغتيالات وقتل، ويعني المفترض أنه يصدر خطاب وطني يجمع حوله أكبر قدر من الناس، أكبر قدر من الفرقاء، أكبر قدر من حتى المسيسين من الأحزاب الأخرى. هناك الآن هدف مشترك، هناك ناس الآن تقاتل تدافع عن حريتها. ليس هناك أفضل من هذا الوقت للقيام بتفاهمات أساسية تنهي المشاكل على الأقل أو ترحلها على الأقل. لكن ما قام به هو العكس تماما. بالعكس الآن ما دام في تجيش طائفي الآن، إذا الطرف الآخر هو بيجيش طائفيا، وهناك كتلة من المواطنين لن تذهب مع أحد. لكن في حال تبنى كان الإصلاح خطاب وطني وخطاب حتى يهتم للقواعد الاجتماعية غير المسلحة المؤيدة للحوثيين، لو كان قام بهذا كان سيستطيع أن يجتذب تلك الكتلة الاجتماعية التي لا تقف، التي يعني لا تفسر الأمور طائفيا، تفسر الأمور بالزاوية النفعية والمصلحية مثل أي مجتمع. هؤلاء هم الكتلة الوازنة التي يحتاجها الآن الحزب، يحمي نفسه ليقاتل ولكي يستمر ولا يجتث. ما يحصل له الآن كارثي، ولكن سلوكياته أكثر كارثية في الحقيقة. نعم، إذا ابقى معنا أستاذ أيمن. نذهب عبر الهاتف مع الدكتور فيصل الحذيفي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الحديدة من تعز. مساء الخير دكتور فيصل. مساء النور لك وللإخوة الحاضرين معك وللمشاهدين الكرام. أهلا بك معنا دكتور فيصل. تحدث في كتابات لك عن أن الميثاق الدعوي يؤسس لكيان موازي للدولة حسب توصيفك، وهو أيضا وصاية على المجتمع. حدثنا عن هذه النقطة بشكل أوسع. الحقيقة أنا اطلعت بشكل عابر على الميثاق بما ورد من بنود ومحتويات، وجدت أنه يتكون من المنطلقات، الأهداف، المبادئ، وكلها محددات وقواعد تحكيمية بدون موضوع. يعني منطلقات، أهداف، مبادئ، قواعد تحكيمية تمنحهم سلطة عابرة للسياسة، عابرة للدولة، فوق المجتمع، وبالتالي لهم سلطة تتجاوز سلطات الدولة، ولذلك سميته أنا كيان موازي لهذا السبب. كما أن معظم المواد والبنود التي سردت هي عامة وغير منضبطة، وهناك ثغرات كبيرة. لا أدري القائم على صياغة الميثاق لم يدركوها أو لم يحسبوا حساب الجمهور الذي سيتلقى هذا الميثاق. الميثاق
هو اسمه ميثاق العمل الدعوي بين علماء ودعاة اليمن، يؤكد العنوان أنه ليس لائحة للعمل الدعوي وليس نظاما أساسيا لعمل نقابي، وإنما عقد وعهد عصبوي ذو طبيعة خاصة. من ناحية أخرى ظهر هناك شخصية رأس حزب كبير، ما علاقة هذا الحزب السياسي بتوقيعه على مثل هذا الميثاق؟ لأنه مخالف للبدء 12 من المنطلقات حين يجعل الميثاق حكرة للدعاة وليس للسياسيين. إذن هناك أمور غير منضبطة، لا من حيث النصوص ولا من حيث الدور ولا من حيث الوظيفة، وغير واضح. حتى الأهداف إذا تتبعناها سنكتشف ثغرات كبيرة، كذلك المبادئ. طيب ماذا عن مسألة من يقدمون ذاتهم الخاصة على خيارات الأمة كما أشرت أنت وقلت أنهم يعني يضعون نفسهم فوق الدولة؟ نشأت مثل هذه الوثيقة في فراغ سياسي، تمنح المنتمين لها سلطة دينية وأخلاقية وتربوية وتحكيمية على يعني ضمير المجتمع والدولة. للإجابة التفصيلية على هذه الأفكار التي طرحتها أنا عابرا في صفحتي، دعيني أخذ أمثلة. أولا المنطلقات، واحد ضرورة وحدة الصف، هذا معني به الأمة كلها وليس جماعة بعينها ولا حزب عينه. أربعة في المنطلقات، العلماء ورثة الأنبياء يمنحون أنفسهم رتبة دينية ذات طبغة مقدسة تستوجب الطاعة وتمنع العصيان، فهم فوق الدستور والقوانين مستندين إلى النبوة. الرقم، من منحهم هذا الحق؟ من أجاز لهم تسمية أنفسهم بالعلماء اللي كونهم تواطؤوا معا على إطلاق تلك الصفة لأنفسهم؟ رقم سبعة، الدمج القسري في المنطلقات، الدمج القسري بين الدين والسياسي، وهذا بالأصل موضوع اختلاف، لأن السياسة ليست دينا أصلا، بل برامج للحياة يخترعها الإنسان يطورها حسب الزمان ومستجدات الحياة، وهي قابلة للاختلاف عكس الدين. تعالي نأخذ الأهداف. رقم اثنين، صيانة الأجيال من الانحراف. الانحراف مفهوم يخص الأحداث في القوانين الاجتماعية، والدولة مسؤولة عن حماية الأجيال عبر مراكز متخصصة. القيام بهذا الدور وصاية عامة، ويعد اختراقا لخصوصية دور الأسرة، المدرسة، المجتمع، الدولة، وهو يحمل اتهام مسبق بانحراف الأجيال، وهذا غير ممكن. الحكم بالانحراف سيكون وفق القوانين بالقضاء وليس عبر الإلزام القهري والدعوي من منطلق خاص. رقم خمسة، الربط في الأهداف، الربط بين العدالة، الربط بين الدولة العادلة وشرع الله. انظر اللغم، ليست الدولة من جنس الدين، ولا يوجد حاجة، وليست بالضرورة أن تكون منتجا دينيا لتفرض خياراتها على الأمة، بل هي مما يخضع للتطوير والتغيير والتبديل. رقم سبعة في الأهداف، مكانة الحرمين والأقصى ووجوب حمايتها، هذا عبور الحدود الوطنية والدستور والقانون، لا يجيز ذلك إلا بالاتفاق بين الدول، وهو متعارض لمفهوم الدولة الوطنية وفق الدستور. إذن كيف أنت كجماعة تلزم نفسك على أن تتجاوز الدول لتحمي المقدسات؟ تسعة كمفهوم، بند التاسع في المفهوم بالأهداف، النص على مفهوم غريب وهو المواطنة العادلة. المواطنة أساسا هي المساواة أمام القانون لجميع الناس، وفكرة المواطنة العادلة لا تتفق مع مفهوم المساواة، أو فكرة العدالة لا تتفق مع مفهوم المساواة، وهذا يفتح بابا للتلاعب بالحقوق بين الناس ذكورا وإناثا بسبب ضبابية المفاهيم خارج الحقل السياسي وإخضاعه للرؤية العامة. البند رقم 12 في الأهداف، العمل على تزكية النفوس، والسؤال هل تزكية نفوس العلماء، هل هو المقصود به تزكية نفوس العلماء فهذا يخصهم، أم تزكية الناس فهذا تدخل في خصوصيتهم، وكذلك يحدث صراعا بين معايير قيم الأمة وقيم الجماعة الدعوية العابرة فوق الدولة، من يحدد بأن هذا صواب أو هذا خطأ كتزكية؟ إذا أردت أن ننتقل إلى المبادئ والأصول مثلا، هل بيسعي أن أذكر شيئا من هذا أيضا من الثغرات في المبادئ والأصول؟ نعم تفضل. رقم ثلاثة، أكبر خطورة نجت في هذه البنود، رقم ثلاثة في المبادئ، إلزامية قواعدها للحديث، وهذا منتج بشري كيف نمنحه الإلزامية؟ إلزامية أقوال الصحابة وهي منتج بشري كيف نمنحها إلزامية؟ إلزامية الإجماع وهي منتج بشري، والإجماع مفهوم غير قابل للتحقيق أصلا. إذا كان إجماع الدعاة أهل الميثاق المذكور هذا شيء آخر، إلزامية أهل الحديث، إلزامية أقوال الصحابة، إلزامية الإجماع، هذا مستحدث ودخيل على الوحي، فكيف نمنح هذه الإلزامية الثلاثة قداسة النص ونجعله مساوى للنص أو جزء منه بفرض الإلزام؟ يعني هناك الحقيقة ثغرت. رقم 11 في المبادئ، كرامة الأولياء الصالحين،
بأنها حق، كيف نتحقق من هذه الكرامة؟ من هي التي ستمنحني الشهادة بأني ولي من أولياء الله؟ أو تمنحك أنت بأنك ولية ونعمل لك قبة إن شاء الله سواء حياة أو ميتة عبر الطريق؟ يعني عند هذه النقطة دكتور اسمح لنا، يعني أنت تحدث أيضا أن هناك تأسيس يعني لقيود مكبلة للعقل حين يتحدثون إذا تعرض يعني أمر مع العقل والنقل، فنأخذ بالنقل فهذا تغييب كبير للعقل. أيضا مسألة هذه الحديث عن الكرامات يعني إعادة لمسألة الخرافات والكهنوتية في هذه النقطة، كيف تتحدث عن هذه النقطتين؟ في النص في البند 51 من المبادئ والأصول العامة قالوا إذا تعارض العقل مع النقل أو توهم التعارض فالتحكيم يتم بتقديم النقل على العقل، وهذا يمنح الخرافات المنقولة في التراث الإسلامي حيزا في قيادة الأمة بدلا من حرية التفكير، بل حصنت هذه الخرافات من النظر العقلي، فالتراث المنقول مليء بالخرافات والتدليس حتى في كتب الصحاح، فهذا الصراع هو موجود سابقا وحسمه أيضا ابن رشد في أحد كتبه على افتراض أن العقل أساسا لا 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 يتناقض مع النص، لكن هناك فرق بين النص والنقل، النص هو الوحي بالتأكيد، العقل لا نفترض بأنه لا يتناقض معه، لكن نحن نقول النقل هنا بعمومه أي ما ذكرناه من ملزمات سابقة، إلزام قواعد أهل الحديث، إلزام الإجماع، إلزام أقوال الصحابة، إلزام الفقهاء، هذه دخلت وفق قداسة النص أو رفعت المرتبة بمرتبته. نعم. فالمنقول ليس هو وحيا، المنقول فهما للوحي أيضا وهو مضاف إليه وهو غير ملزم، الصحابي فهم مجتمعه لا يلزمني، مجتمع الإبل والنوق والمجتمع البدائي لا تلزم مجتمع المعاصر بكل تطورات الحاصلة، وبالتالي هنا الحقيقة ثغرة كبيرة لا أدري كيف وقعوا فيها وكيف يريدوا أن يجعلوا من كل نظر في المستجدات أو في دائرة المباح التي لم ينالها النص بأنها لا ينبغي النقاش حولها، وإنما نعود إلى المنقول لنجد لنا حلا. نعم، إذا شكرا جزيلا لك دكتور فيصل الحذيفي أستاذ العلوم السياسية بجامعة الحديدة، كنت معنا عبر الهاتف من تعز. أستاذ أيمن، تحدث الدكتور فيصل عن كثير من الثغرات الموجودة في الوثيقة وفند البعض منها، يعني تحدث أنها وثيقة تعطيهم سلطة تتجاوز سلطة الدولة، وهناك مواد عامة غير منضبطة، هناك يعني لا هي ليست، هو يجد أنها ليست لائحة وليست وثيقة وإنما عقد دعوي تم الاتفاق عليه، هناك أيضا تحدث عن أنهم منحوا نفسهم هذه الشرعنة من خلال عبارة العلماء ورثة الأنبياء التي تستوجب الطاعة وتستوجب أن تكون فوق الدستور، وتساءل من منحهم مثل هذا الحق. هناك نقطة أود أن أركز عليها معك وهي الدمج القسري بين الدين والسياسة التي طرحها الدكتور فيصل والتي موجودة في الوثيقة، أن هناك إصرار على ربط العمل السياسي بالعمل الدعوي، كيف تتحدث عن هذه النقطة؟ طبعا الدمج بين السياسة والدين هذا هو جوهر عملهم أصلا، يعني كل المطالبات وأكبر خطوة تحديثية ممكن أن تخطوها هذه القوى هو تتخلى عن هذه النظرة وأن ترى أن السياسة ليست عملا دعويا وليست وشرع الله لا يطبق عبر الدولة. يعني هناك عمليات طويلة يعني احتاجتها كثير من القوى السياسية أو كثير من القوى الدينية حتى في التاريخ يعني الوسيط في أوروبا حتى تصل إلى هذه النتيجة. بالتالي أنا شخصيا عند أقدر كثيرا التحليل الذي قدمه الدكتور لكثير من البنود، لكن بصورة عامة حتى أنا شخصيا لا أرى فيه أي ملمح اتفاق، هذا يعني كل شيء كل بند قيل لا يوجد فيه أي خلاف، هذا هو كلامهم من زمان، يعني على إيش اتفقوا إذا؟ يعني لا يوجد أي تجديد في أي بند، طيب لا يوجد حتى أي وجهة نظر مختلفة لم نعرفها من قبل أو نسمع بها من قبل، لا يوجد بند واحد لا نعرف عنه شيئا من قبل، كله نعرفه حتى طريقة صياغة البنود نفسها. إذن ما الحكمة من إعادته أستاذ أيمن؟ ربما سنعود إلى بداية سؤال الحلقة، يعني ما الحكمة من إعادة كلاما مكرورا في مثل هذا التوقيت؟ في الحقيقة هذا هو آخر الأدوات التي يستطيعون امتلاكها الآن القوى الدينية، كذا بصورة عامة القوى الدينية السياسية لديها خيارا،
إما أن تتجه نحو دولة حديثة وتفكر في هذا جدية وتتخذ خطوات وتقوم بإنتاج نظري. بالمناسبة اليمن تتميز، للأسف تتميز بين قوسين طبعا، اليمن تتميز بفقر هائل في إنتاج العلماء والشيوخ هؤلاء، يعني يسمي نفسه عالم لكن ما قرالوش أي اجتهادات ولا أي كتب ولا أي تحقيقات لكتب تراثية قديمة ولا فبالتالي هؤلاء الناس إما أن يذهبوا نحو تأسيس نظري حقيقي نحو دولة حديثة. الفقه المقصدي في الدين الإسلامي طبعا هناك باحثين كثر قد يعني أفاضوا في هذه النقطة بإمكانهم، باحثين طبعا من المغرب العربي بالتحديد ومفكرين إسلاميين أشاروا أن الفقه نفسه بإمكانه أن يساعد هذه القوى أن تخطو خطوات للأمام، الفقه المقصدي بالتحديد، ولكن المقاصد، أو أن يختاروا الطريق الأكثر يمينية والأكثر راديكالية في التمسك بما هم عليه. وهذه الآن وظيفة ما يقومون به الآن، ما يقوم به الآن هو الحشد الأخير. الآن إذا كسر هذا الحشد وإذا ثبت أن هناك قوى سياسية، نتمنى هذا ولكن هذا لا يعني أن هذا حاصل، هذا احتمال أن الحرب التي تحصل الآن في اليمن رغم كل المآسي ستخرج قوى جديدة، ناس لها أفكار جديدة بإمكانها كسر أو يعني على الأقل إذبال صور أو أفكار مثل هذه التي شاعت أو التي قاموا بتوقيعها في الرياض. غير كذا طبعاً الخطاب هذا له قواعد وله ناس وله مثل كل شيء، يعني كل قوى سياسية كبيرة لها قواعد اجتماعية، خاصة عندما تدخل مدخل مكون ثقافي. هذا الدين في النهاية مكون ثقافي لا يستطيع المرء أن يهرب منه، وعلى القوى السياسية العلمانية أن تفهم هذا جيداً وتضع خطط واستراتيجيات تستحضر هذه النقطة في خلدها. نعم، إذن ربما أستاذ نبيل يعني أستوضح منك برأيك، من هو المستفيد من الاستمرار في تكريس هذا التخلف والانقسام عبر تلك الوثائق التي تغيب فيها الهوية الوطنية، المواطنة، الحرية وكثير من المفاهيم التي يفترض أن تلبي حاجة الإنسان؟ طبعا أكثر شخص، أكثر جهة مستفيدة هي الحوثي وعلي عبد الله صالح. طبعا هذا يعني بتبقي شيء، طبعا عشان كذا يعني قلت قبل شويه انه هذا علامه غباء سياسي فعلا، يعني لانه الان عندما تتساوى الخطابات لا يصبح هناك اي تمايز. الان لماذا سيختار شخص ما ليس طائفيا؟ لماذا سيقف بجانب الاصلاح او بجانب السلفيين ولن يقف بجانب الحوثيين ما داموا كلهم سواء وكلهم طائفيين؟ لماذا سوف يقوم بهذا؟ يعني لماذا سياتي بهذا الاختيار؟ انا بضرب لك مثال سريع، انه اسرائيل على سبيل المثال دوله الاحتلال تحاول قدر الإمكان أن يعني هي سعيدة عبر صحافتها، عبر تصريحات مسؤولية وكذا، بتقسيم العالم العربي إلى طوائف. لماذا؟ لأن بهكذا سوف تكون لها شرعية أمام العالم أنها دولة يهودية ضمن منطقة فيها كثير ناس طوائف وأديان مثلها، يعني قائمة على أساس ديني وهناك دول جنبها أيضا قائمة على أساس ديني وانتهى الموضوع. هذا المساواة هذه تلعب دورا هائلا في نصرة الخصم وليس في نصرة الضحية. الآن أكبر مستفيد، أول مستفيد هو الحوثيين وعلي عبد الله صالح. ثاني مستفيد أو يعتقد أنه مستفيد هي هذه القوى. طبعا هذه القوى مثل ما قلت لك تقدر تبقى قوية، تحشد ناس، تدخل في حروب، ولكن مع الزمن ستكتشف أن هذا وبال، هذا التحالف وهذه الأفكار في النهاية تنفجر في الداخل التنظيمي، خاصة في بناء مثل الإصلاح بناء معقد، ليس كما نعتقد، يعني فيه تجار، فيه مشايخ، فيه رأسمالية، طبعا رأسمالية بين قوسين على المستوى الاقتصادي اليمني. نعم. فيه مشايخ دين، وفيه قواعد ناس فقراء وكادحين، وفيه ناس متعلمين جدا، وفيه ناس أميين، يعني بناء ضخم ومعقد، فبالتالي أنك تتبني أفكار مثل هذا يهددك فعليا على المدى المتوسط. نعم. لكن أنهم قد قرروا أن يذهبوا حتى النهاية في رهانهم التاريخي منذ أن ظهروا لنا في بداية التسعينات. إذن شكرا جزيلا لك أستاذ أيمن نبيل المحلل السياسي، كنت معنا عبر سكايب من برلين. أشكر لمتابعتكم أيضا مشاهدينا الكرام. لا أستطيع إلا أقول ما أسوأ استغلال الدين والخطابات الدينية للوصول إلى الأهداف. شكرا لمتابعتكم مشاهدينا الكرام، إلى أن ألتقيكم في حلقة الغد، كنوا برعاية الله وأمنه.